يوم انت حدا ما عنده استقرار. ليه عم تضحكي هيك؟ حنبلش ليش؟ انا وجهي بس العالم بيشوفوك انه في جاكيت وراكي لبستيها، شفتيها؟ ليه ما لبستيها؟ انه شلحتها مشان اللوك. خايفه على $11,500 يروحوا؟ لا اكيد لا. شو وحق $11,500؟ قد ما حقها. حقها ولا ما حق $11,500؟ حقها. انت اليوم ما عم تشتغلي؟ لا. صح؟ صح. وعليك بدك مصاري من المنتجين. صح. بدك 17 حلقه من شرب الخليل، بدك 12 حلقه من نبيل عساف. صح؟ صح صح. لما اشوف ممثله بس بتشتغل تمثيل ما عندها دومين تاني، لما تلبس جاكيت حق $11,500، بحق لي اسال من اين لك هذا؟ بحق لك تسال من اين لي هذا، وبحق لي ما جاوبك، بس لانك انت تمام رح اقول لك. من وين؟ من بي. من بيك؟ من بيك، من زهير. تحية كبيرة للأستاذ زهير، وتحية لسناء اللي هي والدتك ماما، ولارا اللي هي أختي. بس بيك ما بيطلع هالقد مصاري. نحن مش فقراء. يعني اليوم في علامات استفهام حولك أنت. ايه. يعني اليوم بخصوص خلينا نبلش دغري. أول شيء وجه بوجه أنا وياكي، جاوبيني ليه بتقضي أكتر وقت عند سعد الحريري؟ مش مزبوط. بلشنا نغلط. مش مزبوط. انت ما بتقضي وقتك. انت عم تكون معي. انت عم تكون معي. انا ما بكون معك بس في غيري بيعرف. لا مش مزبوط، انا ما بقضي اكثر وقت. ما بتشوفي لسعد؟ بلا اكيد بشوف. كل قد ايه بتشوفي سعد؟ ما في اقول لك وما رح اقول لك. بس انه هلا اللي بيسمع بفكر شيء. لا انا قلت بتقضي وقت بقصر الحريري. ليك بدي اقول لك شيء، حدا ايه؟ مثلي انا عمل كاركتر هالقد كان مشهور بتوجه السياسي لطرف معين، اجباري يعني اي حدا ما بعرف اي حدا سياسي اجباري يستقبلك. يشكرك. بس مش يشكرك، شكرك دائما بشكرني. مش كيف؟ ميرسي. ميرسي. هلا بعد شوي بدي احكي عن الميرسي اكثر كمان، بس جاوبيني تنزل بتعدي مع سعد الحريري، تحية كبيرة لإله أكيد، دولة الرئيس سعد الحريري. شو قصة يا شيخة؟ أنا بقول له شيخي. هو بعت لك شيخة؟ إنه الشيخة أم خالد. إيه. بس أنت اليوم بعدك عم بتقولي لي إنه أنا عم بقول لي ميرسي. يعني إنه أقل شيء قول لي ميرسي. طب قولي لي قد إيه بتقضي، قد إيه بتنزلي عصر الحريري؟ شيخي قولي لي ما بدي جاوب. ما عندي مانع. الشيء اللي ما بدك تجاوبيه ما عندي، انا ليك أكره. الزيارات اللي بتصير عاده لاي شخصيه سياسيه مش مزبوط. لا مزبوط ونص. تنزلي يعني ما بعرف كيف بالمزح، يعني انتبهي الموضوع منه شيء كوتي نيجاتيف. بس انت بتقضي وقتك كثير بعند قصر الحريري. مش كثير. لا لانه هلا انتهت العلاقات او انتهت. ابدا ما انتهت العلاقات. لا نعم. مش مزبوط ما انتهت. امتى اخر مره التقيت بسعد الحريري؟ ما بذكر، بس انه هلا اخر فتره ايه ما عاد شفته كثير. لانه بدي اعرف شو علاقتك مع سعد الحريري. علاقتي مع الشيخ سعد انه انا حدا عمل كاركتر بخصه. اوكي. بيحكي باسمه بلونه بميوله السياسيه، وهذا الشيء كثير طبيعي يصير، يعني منه شيء عيب. يعني هلا كل الفنانين اللي غنوا لبيت الحريري ولا بيروت لازم يضلون مقضينا بقصر الحريري؟ وينهم؟ حافظينهم العالم وحافظين اغانيهم؟ شو؟ بس انا ام خالد، انا ممثل التيار المستقبل. اوف. طبعا. لا هذا تصريح كثير خطير. لا هيدا شيء معروف وجمهور تيار المستقبل بيعرف. هيدا بنعرفه، بس تتعلميها انت اليوم ان انت ممثلة تيار. ام خالد هي ممثلة تيار المستقبل على الارض. جاوبيني انت. وصلنا لهيدي المرحلة نحكي بهيدا الموضوع، ولكن عذرا بس هيدا وضع بلدنا، يعني بين سني وشيعي. انت شيعية. صح. تحية كبيرة لجمهورنا الشيعي اللي عم يحضرنا، تحية كبيرة للجمهور السني. لمين اقرب انت اكثر، للسنة او للشيعة؟ حسب وين وبأي حالة انت انت كجوانا كركة اليوم تعتبري حالك قريبة سنيا او شيعيا؟ مش تنتمي، مقرب. تكون صريحة معك، أنا الاثنين كتير بحبوني أكتر. أنت عم بحكي
هلا انا اذا بنزل على طريق جديده تعرفوا انتم قد ايه بحبوني سنه او شيعه ما عندي جواب.